فيه الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أتبكي على رسم بدارة فهمدي، أتبكي على رسم بدارة ثهمدي، عفته الليالي فهو كالوشم في اليد، وتصبو إلى تذكار مسرح لذة وملعب أفراح لشاد وغيدي. لك الويل فاعزب عن ضلالك، واتخذ من الوجد سربالا لحزن مجدد. لماذا فلست ترى والله ما عشت فادحا بأفجع من رزء النبي محمد صلى الله عليه وآله، نعته إلى العلياء علياء نفسه، نعته إلى العلياء علياء نفسه، وعزى به التوحيد كل موحد، وهم بأن يوصي بثقلي قومه، وبالعكس هم فيما يريد بمرصدي. وقال أناس ظل يهجر أحمد حاشاك يا رسول الله، ونجم هوى ما ضل بل وحي مرشدي، وكم غصص قد جرعوه وقلها ليشعل نارا في حشا كل جلمدي، إلى أن قضى فانقضت الشهب للثرى لتشييعه في بنت نعش وفرقدي، ومزقت الدنيا عليه فؤادها، وشق عليه الدين ثوبا تجلدي، وأظلم وجه الكون والشمس سودت بثوب من الأحزان بالكسف أسودي، قضى نحبه فلتنتحب لافتقاده أرامل كانت منه في خير محتدي، وقام يعزيه إلى عالم السماء أخ الوحي في نوح الحمام المغردي. غمض عيون وشيل لو ساد يا ابو حسين، بطل ونين المصطفى خير النبي،
غربت عيني يا ابن عم دس بليده وشوف يدير العين لنا ومد رجله وجبريل ينعى والفلك متعطل عليه والمصطفى ينادي يا فاطم لا تنوحي بطل البواج شعب قلبي يا حزينة لازم يا بنت اليوم عزج تفقدينا وثوب المصايب عقب عيني تلبسينا ومنك يكسرون العدى بالباب ضلعه خرت على ابوها تنوح بدمع سجاب ابويا يا رسول الله ان كان ضلعي يكسرون بصاير الباب وصل وصل كرار بي وصل اصحاب لحد علي يجتري يا قرة العين ولكن الحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما أي منقلب ينقلبون ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محمد الآية الشريفة فيها وعد إلهي يحدد علاقة بين الإيمان والعمل الصالح والود. الود يعني الحب الذي تظهر آثاره، ولذلك الآية قاعدة تقرر هالقاعدة هذه وهالعلاقة الطردية. كلما كان الإنسان مؤمناً ذا عمل صالح فالله تبارك وتعالى يوجد في القلوب وداً له محبة لها آثارها. أصل نزول الآية في أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا حتى أبناء العامة ينقلونه، دخل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له يا علي اسأل الله أن يجعل له عندك عهدا وأن يجعل لك في قلوب المؤمنين ودا. فنزلت الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. طبعا الرواية تقول في قلوب المؤمنين، ولكن هي في الحقيقة أشمل، يعني الآية فيها عموم حسب ما يستوحي صاحب الميزان ويستقرب. يقول بأنه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، عفوا، سواء كان هذا في قلوب المؤمنين أو في قلوب غيرهم. ولذلك أنت تشوف يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه
يحبه كل ضمير حر. يعني بولس السلام بالنتيجة مسيحي، ولكنه مع ذلك يقول لا تقل شيعة هواة علي، كل من إن في كل منصف شيعية. لاحظ كل ضمير حر، بولس السلام، جورج رداق، سليمان كتاني وغيرهم كثيرون من حتى الذين لا يعتنقون دينا معينا، لأنه هناك في الحقيقة بعد إلهي. يعني هي الآية كما قلت لكم أيها الأحبة فيها وعد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهل هناك أحد مثل الإيمان والعمل الصالح بمستواه الأرقى والأعلى غير علي، غير أهل البيت، غير رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هم المصداق الأكمل. فلذلك، وطبعا هناك رواية أيضا لطيفة تقول أن الود هو ولاية أمير المؤمنين، يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات حقيقة، يعني كل من آمن بالله إيمانا صادقا إيمانا حقيقيا، عمل عملا صالحا مخلصا فيه لله تبارك وتعالى، سيجعل له الرحمن ودا، يعني يوفقه لولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعض الروايات فيها هالمضمون هذا، أن الود هو ولاية علي سلام الله عليه والأئمة من ولده صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا مصداق من مصاديق الود ومعنى من المعاني. وأيضا المصداق الآخر هو الذي أشرت إليه أولا، وهو أنه كل مؤمن، كل عامل عملا صالحا مع الإيمان، فالله تبارك وتعالى وعده أن يجعل له ودا في القلوب، كما قلت، سواء كان قلوب المؤمنين أو قلوب غيرهم في الدنيا وفي الآخرة. يعني لعل بعض المفسرين يقول في الآخرة مثلا، بعض المفسرين يقول في قلوب الذين آمنوا خصوصا، بينما الآية فيها عموم، فيها إطلاق. زين، واقعا احنا نعلم تمام العلم أنه لا يقاس بأهل البيت أحد، هذا أمر مفروغ من، يعني هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما يسأل ذاك يقول له بأنه أنت أفضل أم آدم، يقول أنا أفضل من آدم، يقول له بما فضلت عليه، يقول لأن آدم أباح الله له وحل له كل شيء في الجنة إلا شجرة واحدة، ومع ذلك يقول الله عصى آدم ربه فغوى، وأنا حرم الله علي أشياء كثيرة فما عصيت الله طرفة عين، أيما أفضل أنت أم موسى؟ قال أنا أفضل من موسى، لأن موسى لما قال له الله تبارك وتعالى اذهب إلى فرعون أو اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فموسى كان خائفا، وقتلت نفسا فأخاف أن يقتلون، بينما أنا قتلت صناديد قريش وذهبت مع ذلك أبلغهم سورة براءة، أيهما أفضل أنت أم عيسى؟ قال أنا أفضل من عيسى بما فضلت عليه، قال لأن عيسى عندما حملت أمه به قيل لها هذا بيت عبادة وليس بيت ولادة، أما أمي فقد انشق لها جدار البيت فدخلت في البيت ووضعتني فيه. هذا ظل يسأله يعني ويقارن بينه وبين الأنبياء، ثم قال له أيهما أفضل أنت أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام أمير المؤمنين، يعني مع أنه الرواية وقال أن أمير المؤمنين كان في أيام الأخيرة يعني وهو على فراش الشهادة، قام واقفا قال له ويحك إني لعبد من عبيدي محمد، صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك أقول أهل البيت لا يقاس بهم أحد، هذا أمر مفروغ منه، لكن الآية تنطبق. يعني شوفوا عندنا في عملية تفسير القرآن الكريم أنه عندنا مفهوم
وعندنا مصداق. يعني مثلا فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر معناه الجماعة الذين يتذاكرون العلم، هذا أهل الذكر بمعنى أهل العلم وأهل الفهم وما إلى ذلك. هذا المعنى، هذا المفهوم. لكن أحد مصادقه أهل الكتاب، أهل الكتاب من اليهود والنصارى أهل ذكر، خصوصا المستقيمين منهم. من مصادقه الأكمل والأتم هم أهل البيت سلام الله عليهم، هذا مصداق أكمل. من مصادقه العلماء الفقهاء الصالحون أيضا هم أهل ذكر، يتذاكرون العلم، يدرسون العلم، يعلمون العلم وما إلى ذلك. فشوفوا كثير من الآيات لها مفهوم، وهذا المفهوم ينطبق على عدة مصادق. غاية الأمر أن بعض المصادق أوضح من بعضها الآخر. فلذلك في هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني كل من حقق إيمانا حقيقيا وعملا صالحا هذا يصير مصداق من هذه المصادق. لكن المصداق الأكمل هو علي بن أبي طالب، المصداق الأكمل هو أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لكن هذا ما يمنع أن تنطبق الآية بمفهومها العام، بمفهومها الكلي، على مصادق أخرى. واقعا نحن هذه الليلة نعيش ذكرى الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، الإمام روح الله الموسوي الخميني أعلى الله مقامه الشريف. هذا مصداق واضح أيضا من المصادق التي تنطبق عليها هذه الآية. يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني الآن أكثر من 25 سنة منذ أن رحل الإمام رضوان الله تعالى عليه، ومع ذلك شوف هذا الحب وهذا الود في قلوب المؤمنين. هذا أحد المجالس، وهناك مجالس كثيرة ما شاء الله، سواء هنا في بلدنا في بلدان أخرى عند المؤمنين بشكل عام. لاحظ هذا يمثل تجسيد لهذا الوعد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. زين خلينا نشوف هذا الود شلون يتحقق. أولا يتحقق لأنه وعد إلهي كما أشرت. الله سبحانه وتعالى وعد بأنه كل من يؤمن إيمانا حقيقيا ويعمل عملا صالحا، شوف تعبير الصالحين، هذا من المقامات الإلهية. ربي إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول ربي هب لي حكما وألحقني من الصالحين، وأنه يوم القيامة من الصالحين كذا. فهذا مقام كان إبراهيم يسعى للوصول إليه. زين فالآية تقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إذن أولا الوعد الإلهي. زين طبيعي جدا، رب العالمين حكيم ومطلق الحكمة، حكمته مطلقة، يعني هكذا فقط يجعل الود بدون عوامل بدون أسباب؟ لا طبعا هناك أسباب، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فلذلك الآية نفسها تشير أول شيء هو أن يحقق إيمانا وعملا صالحا، ويحقق في الحقيقة نوع خاص من الارتباط بالله تبارك وتعالى. سيد الإمام واضح يعني هو من أرباب السير والسلوك كما هو واضح، يعني من الذين يقطعون مراحل في العلاقة مع الله تبارك وتعالى. وهذا معروف، يعني السيد الإمام الله مقامه الشريف عنده مدرسة، مدرسة عرفانية في هذا المجال، وحتى أيضا أشعاره وقصائده
تشهد بذلك عند نمط من الشعر العرفاني الغزلي، يعني يتغزل بالعشق الإلهي بالمعشوق الإلهي، وهذا معروف عند العرفاء، وسيرته تشهد. يعني كل من عاصر الإمام رضوان الله تعالى عليه يعلم بالحالة الخاصة بينه وبين الله تبارك وتعالى، واللي كانت لها مظاهر تجسد هذه الحالة. يعني اليوم أنا أقرأ في سيرة الإمام رضوان الله تعالى عليه، مثلا في سنة 63 لما أن جاء إليه مخابرات السافاك لاعتقاله، جاءوا في نصف الليل، كان الإمام في ذلك الوقت مشغول بالعبادة، مشغول بصلاة الليل. لاحظ زين، يعني في ظرف حالك، شهداء كانوا شهداء مدرسة الفيضية في وقتها، وشفتوا أيضا المشاهد شلون كان ضباط السافاك يلقون بطلاب العلم من أسطح الفيضية إلى الأرض ويستشهدون، والإمام رضوان الله تعالى عليه كان صامدا في هذه الحالة، وبلغه عدد كبير من الشهداء، قال فليكن بالغا ما بلغ. زين، فهو في هذا الظرف الحالك جدا كان مشغولا بمناجاته مع الله تبارك وتعالى وانقطاعه إلى الله، جاءوا لاعتقاله وهو مشغول بذلك. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في ليلة بدر، ليلة بدر يعني كان عدد المسلمين 313 نفر والمشركين 1000، يقول رأيت رسول الله، شوف شلون هذه حالات الانقطاع، أريد أقول بأنه في أحلك الظروف، صحيح معركة وتخطيط وإعداد واستعداد، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة بدر يقوم ويقعد يقوم ويقعد حتى سقط رداؤه عن منكبيه وهو يقول اللهم إن شئت أن لا تعبد فلن تعبد، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد. لاحظ في أحلك الظروف يعيش حالة الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. مرة ثانية أيضا جاءوا لاعتقاله وهو أيضا منقطع إلى الله تبارك وتعالى. هذه أقول بأنها مظاهر، وإلا كل من عايش الإمام رضوان الله تعالى عليه ينقل عنه حالات من الانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. وتشوفون أنتم في سيرة الإمام أنه كان ينعزل في شهر رمضان أصلا يتفرغ إلى الله تبارك وتعالى، على رغم ما عليه من المسؤوليات وقضايا الدولة وقضايا المسلمين وقضايا الأمة، مع ذلك كان يتفرغ. يعني كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان رسول الله في العشر الأواخر يطوي فراشه صلى الله عليه وآله، يعيش حالة من التألق مع الله تبارك وتعالى. كان من ضمن الأمور ونحن في شهر شعبان اللي كان يركز عليه رضوان الله تعالى عليه المناجات الشعبانية اللي الآن وقت قراءتها ربيعها، واقعا شعبان ربيع المناجات الشعبانية، كان عند عشق خاص لهذه المناجات الشعبانية، وحتى إذا تلاحظون وصيته الخالدة يقول بأنه نحن نفتخر أن عندنا المناجات الشعبانية، نفتخر أن عندنا دعاء كوميل، نفتخر أن عندنا المناجات الشعبانية. وكان عنده علاقة خاصة ويا المناجات الشعبانية، لماذا؟ يقول لأنه المناجات الشعبانية بالخصوص، وهذا ذاكرنا بعد الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان، وهي المناجات التي كان يقرأها أمير المؤمنين والأئمة من ولده. لاحظوا هذا القيد، أمير المؤمنين والأئمة من ولده، يعني يقول خصوصية في دعاء من الأدعية أو مناجات من المناجات أن جميع الأئمة يقرؤونها ما شفت، يقول الإمام رضوان الله تعالى. لاحظ يعني دعاء كوميل مثلا كاتبين أنه وهو الدعاء الذي علمه أمير المؤمنين لكوميل بن زياد،
لكن هل يقرأه الأئمة أو لا؟ ما كاتبين، لا شك الأئمة يقرؤونه، لكن مو مكتوب في تعريف دعاء كوميل، مو مكتوب هذا الشيء. مثلا المناجات 15 للإمام زين العابدين ما كان معلوم أنه مثلا كل الأئمة يقرؤونها، لا أقل مو مكتوب في ذكر خصائص ومواصفات المناجات 15 ما مكتوب، بينما مناجات الشعبانية مكتوب فيها أنه وكان يقرأها أمير المؤمنين والأئمة من ولده، كل الأئمة سلام الله عليهم، وكان عجب هذه الفقرة: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك. لاحظ هالحالة من السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى: هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. اللهم اجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جهرا. مناجات رائعة جدا، وفيها بلا شك هؤلاء أهل المعنى، يعني أهل السير والسلوك يدركون معانيها. كان يقرأ كل يوم 3 أجزاء من القرآن، أنت تصور هذا أعباء الدنيا على رأسه، مع ذلك كان يعيش حالات مع الله تبارك وتعالى لا يفرط فيها طرفة عين أبدا. صور 3 أجزاء، يعني الإمام عمره الشريف بلغ 87 عام، مجموع عمره 87 عام، وشفتون لقطات الأخيرة مع ما به من المرض وكم سيلان عليه من هذه الجهة ومن تلك الجهة، مع ذلك كان يصلي من قيام، كان يصلي من قيام في أواخر لحظات حياته. بلا شك هذه كانت تمثل حالة خاصة من العرفان عنده، من السير والسلوك، اللي أنا بعض الأوقات ربما مثلا أعيش حالة من التعب قد أصلي من جلوس. لاحظ، والظاهر أنه مو الصلاة الواجبة هذه التي كان يصليها من قيام، ظاهر أنها صلاة الليل. لاحظ، كان يصليها من قيام، صلاة المستحبة، ولكنه ما كان يفرط فيها إلى آخر عمره، لأنه يستشعر حلاوة العبادة. فهذا في الحقيقة هذا مفتاح، يعني مفتاح شخصية كل العظماء وسبب عظمتهم هو هذا: عظم الخالق في أنفسهم، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم. ولذلك لم ينسب شيئا إلى نفسه قط، كل ما عندنا من كربلاء، كل ما عندنا من عاشوراء، كل الذي حصلنا عليه من نصر فبإذن الله تبارك وتعالى، ما كان يشير إلى نفسه طرفة عين أبدا. فإذا البعد الأول أو العامل الأول من العوامل التي توجب الود لهذا الشخص هو أنه عاش الود لله تبارك وتعالى، عاش المحبة لله وانقطع. قلت لكم الود هو الحب الذي تظهر آثاره. شوف، مرة أنت تحب واحد في قلبك فقط، هذا يسمونه حب، لكن الود هو حب تظهر آثاره. ولذلك أنتم قاعدين تحتفلون بقراءة مجلس تأبيني، يعني هذا حب تظهر آثاره، ود حب ظهرت آثاره. الإمام رضوان الله تعالى عليه أيضا عاش الود لله وظهرت آثار هذا الحب من خلال صلاته، من خلال قراءته للقرآن، من خلال انقطاعه لله تبارك وتعالى. 2 من عوامل الحب التي أثبتها الله لهذا الرجل العظيم هو أنه صانع للإنسان، واقعا صانع الإنسان، وهذه وظيفة الأنبياء،
وظيفة الأوصياء، وظيفة الصالحين أنهم يصنعون الإنسان. يعني أنتوا تصوروا، الإخوة يتذكرون يعني قبل 40 سنة، قبل 35 سنة، قبل الثورة، قبل أن يفجر الإمام رضوان الله تعالى عليه ثورته المباركة، يعني أنت تعمل حتى تجذب شابا إلى حظيرة التدين، وكانت التيارات تعصف بالأمم، مجتمعنا وبقية المجتمعات تيارات منحرفة وذات صيغ تنظيرية فكرية عميقة أيضا مو قليلة، كانت تعصف بالشباب يمينا شمالا. فيوم المنى عند المؤمنين والملتزمين إذا تمكنوا أن يجذبوا لهم شخصا في حظيرة التدين والالتزام والمسؤولية الدينية. بينما لما أن فجر الإمام رضوان الله تعالى عليه ثورته المباركة طوى مراحل من الجهد ومن العمل ومن الجهاد أصلا، يعني شايف شلون ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، واقعا يعني حالة من الالتزام، حالة من التدين. كثير من الناس أقبلوا على الالتزام، على التدين، على البحث، على القراءة، على المطالعة، على التثقف بالثقافة الدينية، وهذا مثله حراك الإمام رضوان الله تعالى عليه. كل الإخوة يتذكرون هذا في نهاية السبعينات، يعني عندما انطلقت وانتصرت الثورة، هذا يمثل أيضا عامل أساسي وهو صناعة الإنسان. يعني أنت بلا شك عندك كثير من الناس تحبهم، وأكثر الناس تحبهم هم الذين أنقذوك من الظلمات إلى النور. تشعر بأن هذا الرجل أنقذ الملايين من الظلمات إلى النور، بلا شك هذا يمثل عامل أساسي من عوامل الحب ومن عوامل الود. بعد واقعا هذا الرجل كما أسلفت عمره 87 سنة، زين 87 سنة، انت تصور هذا عاش الجهاد منذ نعومة أظفاره، يعني عاش يتيما. توفي أبوه رضوان الله تعالى عليه، أبوه شهيد أيضا يعني قتيل، توفي أو استشهد أبوه وهو ابن أشهر، لاحظ، كفلته أمه وعمته، وأيضا يعني حظي بكفالتهما أيضا مقطعا بسيطا، يعني حينما بلغ 15 توفيتا أيضا. لاحظوا، ويقول السيد الإمام، يقول أنا كنت أحمل البندقية، يعني الإمام رضوان الله تعالى عاصر الحرب العالمية الأولى، عاصر الحرب العالمية الثانية، ويقول كانت الجيوش الروسية في إيران، وكنا في وقتها أيضا نحمل البنادق. تصور عمره 15 سنة يحمل بندقية ليدافع عن الأعراض، ليدافع عن الأرواح، لاحظ. واستمر جهاده على مستوى علمي، السيد الإمام معروف، حتى يعني كانت مسألة الأعلمية في وقته رضوان الله تعالى عليه بين علمين، يعني بينه وبين السيد الخوي على الله مقامهما جميعا، بحيث أنه كان رضوان الله تعالى عليه من البارزين علميا، مو فقط في جانب واحد، يعني قد يكون بعض العلماء برزوا في جانب علمي واحد، بينما السيد الإمام لا، في جانب الفقه فهو متميز، في جانب الأصول متميز، وهذا مو أنا كلامي، كلام المختصين، المختصين في العلوم باختصاصاتها، يعني أناس مختصون في الفقه ينسبون الأعلمية إليه في الفقه، مختصون في الأصول ينسبون الأعلمية في الأصول إليه، في العرفان
في التفسير، في الأخلاق، في الرجال، في الحديث. هذه كلها علوم، كل علم بوحده يحتاج إلى قدرات خاصة. الإمام رضوان الله تعالى عليه جمع بينها. هذا كل جهاد يمثل حالة من الجهاد. وأنت تصور يعني هذه بعض الأوقات مشكلة واحدة، مشكلة واحدة تمر بك، تعصف بذهنك وتأخذ من نفسيتك، تأخذ من راحتك، تأخذ من تفكيرك. بينما أنت لما تلاحظ السيد الإمام هذه المسيرة كلها، لاحظ منذ أن كان ابن 15 عاما كان يدعو إلى الجهاد، يعني كان مجاهدا وكان في حلقة المجاهدين. ثم لما أن أحكم قدراته العلمية ووصل إلى مرحلة الاجتهاد، راح يدعو كل أصحاب الشأن من العلماء بأن لا يسكتوا. يعني كما هو كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ولولا ما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم. يقول بالنتيجة هي مسؤولية العلماء، ما دام أنهم تصدوا لهذا الطريق وتحملوا المسؤولية فلا بد أن يقوموا بمسؤوليتهم على أكمل الوجه. ولذا كان يتحدث في قضية فلسطين وقضية الإسرائيليين، كان يحذر من العدو الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. كان الإمام رضوان الله تعالى عليه، وهذه من الخصوصيات السيد القائد السيد الخامنائي على الله مقامه الشريف، يقول من خصوصيات الإمام رضوان الله تعالى عليه أنه شخص العدو بشكل مبكر جدا. لاحظ، شخص العدو الأكبر بشكل مبكر جدا، وقال بأنه الشيطان الأكبر، عدوة الشعوب، عدوة الأمم. وإلا إسرائيل، إسرائيل وليدة أمريكا، بنتها المدللة. لاحظ، وكان رضوان الله تعالى عليه قائم بهذه المسؤولية ويتحمل. صور أنت تحمل دماء الشهداء، تحمل آهات المعتقلين، تحمل آهات الأرامل، هذه كلها في عنقه وعند قدرة. كزبر الحديد في الرواية، ها، يخرج رجل من قم كزبر الحديد، صلب، عند صلابة، عند قوة أنه يتحمل هذه المسؤوليات. إذن جانب آخر من جوانب ود هذا الرجل أنه قام بمسؤولية من بداية قيامه بها إلى آخر يوم ما وهن وما ضعف وما استكان. هذا بطبيعة الحال يوجب نوع من الإكبار والاحترام والتقدير والحب والود. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني هذا رجل مشى هذا الطريق من أوله لآخره كله بنجاحات وبامتيازات. وكان السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، يعني النظرية التي كان يؤمن بها أنه أنا أقوم بتكليفي، هذا تكليف شخصته من قبل الله تبارك وتعالى وأنا أقوم به. بعد من الأمور التي تستوجب ود هذا الرجل ومحبته، هل إنجازات الهائلة التي حققها، يعني هذا الإنجاز العظيم الذي يمثل حلم الأنبياء، يعني واقعا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يسعون لأن توجد دولة كريمة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. بلا شك هي لا يوجد شيء كامل، هناك سلبيات، هناك انتقادات، هناك قصورات، تقصيرات، لكن بالنتيجة أن توجد دولة تمثل صاحب العصر والزمان
أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، وتقول لأعتى قوى الاستكبار ولأعظم قوى الطغيان، تقول لهم لا لا ينبغي أن يقع كل أو كل ما تريدون. هذا الإنجاز، إنجاز من خلال رجل واحد، وقد وفق الله تبارك وتعالى له ذلك. ولذلك أنت تشوف واقعا أوجد حالة من العزة، حالة من الكرامة، حالة من الاستقلال. كان الفرد في الجمهورية الإسلامية قبل الثورة يمكن أن يعامل كل بهيمة تماما، يعني كان من ضمن الأمور التي تحرك الإمام رضوان الله تعالى عليه لمواجهتها قانون الكابيتالوتيزم، هذا القانون الذي كان يبيح للجند الأمريكي أن يقترف أي جريمة ولا يحاسب. فحرك الإمام رضوان الله تعالى عليه الجو، ولذلك أوصل الناس إلى شمم وقمم من العزة والكرامة والإباء، ولذلك أحبوه. وكل من يعيش حالة من السعي نحو الحرية والكرامة يحب ذلك الرجل. لاحظ، يعني أنا دائما أذكر أقول غاندي رجل ليس مسلما، ولكن أنت تقدره، تحبه، لأنه عاش للمستضعفين، عاش للفقراء، عاش للمظلومين. لاحظ، فكيف الأمر بشخص إضافة إلى ذلك؟ يعني السيد الإمام الذي تحت يديه خزائن الدولة عاش فقيرا، عاش في بيت بالإيجار، ولم يترك من حطام هذه الدنيا شيئا، تأسيا بجده أمير المؤمنين سلام الله عليه. ألا يستوجب ذلك أن تهيم فيه حبا؟ الذي عاش للمظلومين، لرفع ظلامتهم، لرفع استضعافهم، لرفع فقرهم، ولم يكن له موقع بعد ذلك، لا لأحد من أولاده، ولا لأحد من أصهاره، ولا لأحد من أحفاده أبدا، حتى يجسد التفاني وعدم النظر إلى الدنيا ولو للحظة واحدة. ولذلك استقبل عندما جاء في 12 من بهمن، استقبل بهذا العدد الهائل، 6 ملايين كما في بعض التقريرات، 6 ملايين هم الذين استقبلوا الإمام رضوان الله تعالى عليه. وكذلك ودعه أيضا 9 ملايين عندما عرجت روحه المباركة إلى بارئها، أيضا ودعه 9 ملايين. وهذا كما قلت، هذه حقيقة إلهية، هذه عدة إلهية من الله تبارك وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا التشييع العظيم الذي حصل لحفيد الحسين، لسبط من أصباطه، يعز على النفس أن الحسين بأبي وأمي كما يقول الشريف المرتضى، ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء. أحد الخطباء ينقل يقول كان أحد الخطباء عند الحسين سلام الله عليه يقرأ هذه الأبيات، ما غسلوه وما لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء،
فرد عليه آخر بقصيدة الشريف المرتضى، قال له: بلى يا شيخ بلى، ها غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى، ميتا تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا، لو رسول الله يحيا بعده، لو رسول الله يحيا بعده قعد اليوم عليه بالعزاء، خرجت العقيلة بأبي وأمي. تنظر إلى عمر بن سعد، قد دفن الأعداء، قد دفن أصحابه، نادت: يا ابن سعد، أما تستحي من الله؟ أما تستحي من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ تدفن أصحابك وتترك ريحانة رسول الله على بوغاء كربلاء؟ فنادى بالقوم: أجيبوا نداء زينب. قالوا: بما نجيب نداءها أيها الأمير؟ هل ندفن الأجساد؟ قال: لا، ولكن احموا عشرة من الخيال على الخيول الأعوجية وردوا بها صدر الحسين وظهره. عظم الله أجوركم. يقول الإمام زين العابدين: كنت أسمع تكسر أضلاع أبي كما تتكسر القوارير لما أن يئست من ذلك الطاغي، كأني بها توجهت إلى أرض كربلاء. زينب تنادي وتجذب الون خفية: يا كربلاء واري غريب الغاضرية، كربلاء جثة ولينا غسليها، لمي عظام يا كربلاء، لمي عظام وكفنيها، تقدم يا كربلاء وصلي عليها، ليكون تبقى جثتي ابن امي رمية. يا كربلاء لحدي جسد شيخ العشيرة، يا كربلاء سويه للوالي حفيرة، لحدي لجسم حسين عن حر الظهيرة، ليكون تبقى جثتي ابن امي رمية. يا ولي اهتزت اراضي الغاضرية وقامت تمور، يا مخدرات جفان ما عندي وكافور، ومن اللي مخدرة حفارت قبور حتى واري هالجسد يا هاشمية؟ ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء عار تجول عليه الخيل عادية، حاكت له الريح سافي ضافي مئزر وردا. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نحن المضطرون، فاكشف السوء والبلاء عنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها
والسر المستودع فيها، ارحم شهداءنا، فك أسرانا، اشف جرحانا ومرضانا. أخواني الحاضرين، أخواتي الحاضرات، احفظهم اللهم فردا فردا في أنفسهم وأموالهم ومن يلوذ بهم، إلى أرواح موتاهم وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان، إلى روح الإمام الراحل والشهيد الصدر وسائر شهداء الإسلام. للجميع نهدي ثواب المباركة الفاتحة. تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.